بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك. لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الطيبات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. ومعنا الاتصال الأول، أخت صبا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي، حياك الله. شيخنا، أنا عندي رؤية. نعم، تفضلي. احنا يعني بالواقع عندي أخو عمره 14 سنة. نعم. فاحنا عندنا يعني قرطة مايش مالجو، يعني عندنا قلم وهاي فيها قرطة. نعم. إيه، فهاي صار فيها زعنة يعني الحلال، وقال ظلت فيها فارقة. شلون صار بالغرفة بالرؤية؟ ايه، عشان اخويا نايم بيه، نومته وقطيته. نعم. وعسته ما بي شيء، فظل بالي يمه، يعني شلون نايم هناك، امي كانت طالعه وقلت لها من تجي امي خليها تجيب تنوم بنتك ويانا، ليش نايم وبارك انت وحده؟ شنو اللي بالبيت وياكم عفوا؟ احنا عندنا قلت يعني واحد من البيت. ايه. ايه، يعني حاطين بيها بقرات وهاي. نعم. ايه. ايه، فاخويا بالحلم نومته بيها نايم. نومتي بالغرفة هذه؟ نعم. ايه، باي ايه قطيته ما بي شيء. ايه. ايه، فظل بالي يم، انا جيت نزلت وبالي بس يمه. جاي احكي ويا نفسي اقول من تجي امي خليها تجيبها ويانا بالبيت تتناول، ليش نايم هناك؟ نعم. ايه، صارت ويا اخوي جيه، طايف سمع صوته، قلت خليها اطلع وشوف يمه، يعني يمه استقبال مالنا برا البيت. نعم. اول ما شفته دخان بوجهي من عنده. نعم. ايه، فجيت اركض على ابويا، قلت له اخويا صار اثنين، يعني صار اثنين، واحد صاح له بصوته نفس صوت اخوي. اخوك صار اثنين؟ ايه، صار اثنين بالحلم. ايه، يعني اعوذ بالله، يعني جرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون عفوا صار شنو اثنين؟ اي، اخويا صار اثنين، وهذاك الثاني صاح اخويا جرى واحد اخذ على هذيك القرفه. ايه، نعم. اي، وانا رجعت ابكي اطلع على ابويا، اخوي صار اثنين الياخ. نعم. اي، فجي اخويا النبي واحد يعني يبدا في واحد يخصه، جا يركض واحد يخصه مبهدل. نعم. اخوي مبهدل، فاخويا الكبير يقول لابويا خل نطلع الخاصه، نحن نتسنا بالملح والخل. ونطلع عن خاصة. نعم. ايه، وفا يعني عشان مرتبوه بالحلم لها علاقة بالموضوع، مرتبوه. نعم. ايه، وابوي زاد عليها يعني لان هي لها علاقة بالموضوع. ايه. ايه، مع سلامتك، الى هنا. زين، اخوك اللي شفتيه هو بالرؤية، قلتي عمره 19 سنة. شلون التزام؟ لا 14. شلون التزام الديني هو؟ خطيه لا يصلي وهذا شو يعني، ايه يصلي كل مره صيام وصلي صلاه. نعم. عندكم إيه؟ عندكم يعني مشكله ويا او خلاف ويا العائله، بينه وبين العائله؟ لا لا ماكو، بس هو مريض يعني، مو قابل يعني، هيك مرات تصير فيه حاله، هيك مريض. مرض نفسي؟ لا، هيك يعني شمره ينشمر اسم الله، هيك مثل اللخه. ايه، تمام تمام، خير ان شاء الله، ابشر، تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. يا مرحبا. معانا الاخت ام احمد من الرمادي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي يا ام احمد. شيخ انا دائما احلم بكلاب اثنين اسود وابيض. نعم. طيب، دائما نفس الرؤيه تتكرر معك؟ ايه، اول يعني دائما كلب اسود وكلب ابيض، واللي ينبح علي الكلب الاسود. نعم.
جنابك متزوجة أم أحمد تمام؟ اي نعم. شلون التزامك الديني؟ الحمد لله. زين، جاي تعالجين انت بالرقية الشرعية بهاي الفترة؟ لا. خير ان شاء الله. ابشري ابشري، تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. معنا اتصال؟ محافظة كركوك. اخت هناء، هناء وضاح؟ محافظة كركوك. تفضلي يا اخت هناء. اريد اشارك بالبرنامج. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا اخت هناء، تفضلي. الله يبارك فيكم يرحم والديكم، حياكم الله. والله الحمد لله. عاني حلم بل حلم. نعم. وناني بل حلم. نعم. وناني وأكثر يوم الكعبة بي السودة. عند الكعبة؟ السودة. نعم. ويقولوا لي أنت حاجة حاجة، يعني أسمع الشان، يعني مثلا أحد ينادي بي حجية حجية. نعم. وامشي الطريق وافوت انه بابي يلاقيني. من اللي يناديك؟ ما اعرف، يعني مثل السماعة، شلون السماعة مثلا. نعم. يقول لك انت حاجة حاجة، اسمع بس الطريق انت حاجة حاجة. نعم. هالشكل يعني. طيب. طيب يا اخت هناء، خير خير ان شاء الله، ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. معانا الاخ ابو ياسر من صلاح الدين. تفضل يا ابو ياسر. الو. تفضل اخ الحبيب. نعم. مرحبا مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخ ابو ياسر، يا مرحبا. شلون صحه شيخ؟ الله يعافيك. الله يكرمك، الله يحفظك يرحم والديك، حياك الله، تفضل اخ العزيز. رؤيا. نعم. رؤيا رجل يذبح في ذبيحه في منزلي. نعم. طيب نعم. فقط هذه الرؤية أخي أبو ياسر؟ نعم مع الشيخ. فقط هذه الرؤية؟ هذه الرؤية شيخ. ماشي. الرجل هذا تعرفه أنت بالواقع أبو ياسر؟ الرجل أعرفه، وعلى يعني أكو سوء تفاهم بيني وبينه. سوء تفاهم؟ زين، هو من أهل المساجد أبو ياسر؟ هو من أهل المساجد أخي؟ أكو سوء تفاهم. معلوم، هو من أهل المساجد، يعني من أهل الصلاة بالجامع دائما، ولا مو من أهل المساجد؟ الشخص أو أنا؟ نعم. شبيه الشخص عفوا؟ رجل يصلي، يعني رجل يصلي ما ادري من المساجد. يعني متواجد بالمساجد ما اعرف يعني. اها. وبينك وبينه خلاف؟ يوم الجمعه يوم الهار قرب قربان. تمام. طيب ابشر ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله، حياك الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي الحبيب. الله يكرمك يرحم والديك. شيخ انا رايت شفت رؤيه، يعني عندما رجعنا للفلوجه بعد التهجير. رؤيا عن شنو؟ كان يعني قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم مات. صلى الله عليه وسلم. نعم. فرأيت المنظر تابوت كبير رهيب. نعم. يعني من منظره، بس يشيلون اعداد قليله ومحلات مفتحه وناس تشتغل، وانا صيح عليهم ليش متعذبين انتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوفي في الثلوجه، وناس تضحك ما مهتمه، فدخلوه باحد المحلات هذا التابوت، فقعدوا شباب دائما يدورون القبر التابوت يشربون جداير ويدبون جوا يعني قبر سيدنا النبي جوا التابوت ماله. فانا صيح عليهم اقول لا ما يجوز هذا سيدنا النبي. بعدين جم جماعه من العلماء، يعني هواي علماء اكو ناس اعرفهم يعني بوجوههم. نعم. بعدين دائما يدبون التابوت ويسولفون، يعني كانهم ما مهتمين يلحقون، فاقول ليش ما يجوز هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقام واحد من عندهم شال، يعني كانه ما شال سيدنا النبي بالكفن ماله. نعم. واسأل يبكي، فاسأل وقع ويدابي الألعاب الملفوفة بالكفين، فمنتشل تضحك وقعد. فسبحان الله من ذاك اليوم إلى هسه، يعني رايحين مثلا ليش مات؟ شنو هذه الناس يضحكون؟ الأعداد يشقي، ليش العالم ما مهتمة؟ عفوا آخر شيء أبو أخ عبد الله الله يحفظك. من شالوا يعني من شالوا الكفن.
هو استيقظ كان ما بالكفه ان شاء الله فجيبش يعني كان متاثر سيب من بعد ما مات اثر ووقع واذا بالكفه طلعت لعاب ملفوفه لعابه يعني م... اي لعابه ملفوفه بالكفه اثر ووقع هذا الشخص يعني هو احد الرجال بالفنوج يعني اعرفاني اثر ووقع فطلعت اللي بالكفه اللعابه يعني مو سيدنا النبي فخجل من فشلته ورجع قاعد ف سبحان الله ما اعرف الرؤيه هذه يعني اخي الحبيب استاذ عبد الله شنو مجال تخصصك انت طالب علم اي الحمد لله خريج كليه علوم اسلاميه حاليا عندك نشاط دعوي الحمد لله رب العالمين نعم نعم شيخ نعم شيء بسيط الحمد زين الله يحفظك يعني انت قناعاتك بالواقع بصوره عامه يعني تحسه واقع محبط مثبط متشائم ولا بالعكس؟ والله يا شيخ الواقع هسه يعني ناس ادعاءات زائفه والضحك تباوع على ناس مدعين ادعاءات بالدين من تتعامل وياهم تجدني يعني يعني يا رب خير يمكن منافقين يعني يقع بالنفاق ويمكن ما يعلن نعوذ بالله يعني اي يعني انت مجتمع يا شيخ انت مو بعيد عنه يعني مجتمع صحيح صدق يعني بالاخص بعد الاحداث بعد الدهجيره بعد اوضاع داعش اللي مرت علينا ومرت على الانبار ومرت على الفلوجه بالتحديد انكشفت هوايه ناس وهوايه اغبياء انكشفت هوايه اقنعه وقعت فسبحان الله يعني مهرني هذا زين اخ عبد الله الله يحفظك سؤال اخير يعني هذا الواقع كلامك صحيح صدقت الله يحفظك كثير من الاخوه سواء كان فلوجه او عموم الاقضيه او المحافظات الناس يعني بعد التهجير وبعد الظرف اللي مضى يعني مختلفين جذريا انت اخي كتعامل مع الناس بصفتك طالب علم شرعي وتدعو الى الله بما تيسر وبما تستطيع يعني انت تقييمك لنفسك غالبا انت طرحك سلبي ايجابي متشائم متفائل غالبا والله شيخ غالبا يعني من يشوف الاوضاع واشوف الناس اللي مبتعد عن الطريق يعني نعم. متشائم هاي الاوضاع حقيقه يعني طيب يعني انت على قولت واحد يقول واحد يخيط وعشره يشدقون صدقت والله ان شاء الله خير ابشر يعني الله يحفظك تسمع الجواب ان شاء الله يكون حلو اموره ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا ان شاء الله خير ان شاء الله خير تسمع الجواب وان شاء الله خير الله يحفظك حياك الله نعم معنا اتصال اخونا اكرم السلام عليكم شلونك وعليكم السلام ورحمه الله اخي الحبيب حياك الله شيخ انا عندي رؤيه بالمنام سلمت على الشيخ العريفي محمد العريفي نعم سلمت عليه ايد بيد وانطاني بالمنام انطاني مشمش اعطاك مشمش في الطريق وانطاني مشمش قلت له مشمش وامشي ورا ويمشي الطريق وامشي ورا وقساجه انه ما تلمشمش حطها بالبطين غرزها بطين اقول ده تلبس لحظه انت عفوا لحظه اخ اكرم الله يكرمك ان شاء الله انت بالرؤيه كنت مريض ولا بالواقع كنت مريض نعم بالرؤيه ولا بالواقع انت كنت مريض كانه قلت انا كنت مريض يعني ما كنت مريض شفت الشيخ العريفي سلمت عليه واعطاك مشمش تمام مشمش قال لي هذا المشمش من الجنه وقال دلينا الطريق دليته الطريق ما اعرف ما اتذكر الطريق امشي ورا وعلى ساجه نمشي نعم اي اكل مشمش امشي ورا اكل مشمش اغرز النوه مات المشمش بالساجه دا اقول دا تطلع هاي تنبت الحبايه انت طالب علم اخي اكرم نعم طالب علم نعم ما اسمعك انت طالب علم اخي لا مو طالب لا مو طالب علم زين يعني متأثر أنت بشخص الشيخ العريفي تتابع مثلا محاضراته تقرأ كتاباته نعم أنا على التلفزيون أظل متابعة يعني أظل نعم. متابع الشيوخ على التلفزيون طيب أبشر أخي الحبيب خير إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله حياك الله نعم معانا الأخ أبو شهاب من صلاح الدين تفضل أخي الحبيب ألو تفضل أخي الحبيب حياك الله أبو إسحاق إسحاق حياك الله شلونك شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الغالي يا مرحبا. الله يرضى عليك، شيخ أنا من صلاح الدين عندي بالرؤية زوجتي شايفة عندي بيت باني أنا جديد، فعندي زوجتي شايفة بالرؤية اثنين يدحكون على البيت مالنا من ورا الحاير. نعم. مصبوغ البيت والبيت يلمع، الصبغ ماله يلمع، فقالت لي مقعدتني بالحلم يعني بالرؤية مقعدتني إنه إني أنا حاسس قال لي أنا هذول الولد أعرفهم واحد اسمه حميد وواحد اسمه محمود. نعم.
اي والله. فتقول يعني شنو هذا اللي تفسير هذا الرؤيه؟ هذول الاثنين يباوعون على البيت مالكم، واحد اسمه حميد وواحد محمود. نعم، واحد محمود وواحد حميد، اثنيناتهم يباوعون لان الضوء حلو يلمع فيشعل شارع الضوء ماله. زين، هم بالواقع تعرفهم ذول الشخصين؟ نعم نعم اعرفهم. نعم اعرفهم. يعني هم من احبابك من اصحابك ولا انت تخاف منهم من حسد او غيره؟ لا 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 لا، اصدقائي شيخ، اصدقائي. نعم اي والله. انتم غالبا عندكم تحسس كلش من قضيه العين والحسد وهكذا؟ نعم موجود هذا الشغله بنتين منها. ان شاء الله الله عز وجل يبارك لكم بي ويجعل بيت طاعه وايمان ان شاء الله. الله يرضى عليك، والحمد لله صلاتنا شيتنا كلها يعني طاعة وإيمان، يعني مو نسوان اثنين واحدة اسمها طاعة واحدة اسمها إيمان، لا طاعة الله عز وجل والإيمان يعني بالله. خاف تروح تتزوج أنت؟ نعم نعم. أقول من أقول لك إن شاء الله الله يجعل بيت طاعة وإيمان، مو أقصد يعني ذول نسوان اثنين واحدة اسمها طاعة واحدة إيمان، لا. نعم نعم نعم، طاعة وإيمان، أعرف أعرف شيخ كلامك، أعرفه. أبشر أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله أخي الحبيب. يا مرحبا يا مرحبا. نعم معنا الأخت نرجس. نجرس. نعم أخت نجرس من بغداد، تفضلي. شلونك؟ شلون صحتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله إن شاء الله نشكرك على هالبرنامج الكريم. الله يبارك فيكم، اللهم آمين، نسأل الله إن شاء الله يتقبل. شيخ عندي رؤية، أنا جوا الخالة أغرب كتاب الله. نعم لا إله إلا. نعم وياده أقرأ القرآن، أقرأ وأتوقف، أقرأ وأتوقف، وبعدين استمع بحمد الله. تقرين وتتوقفين؟ إي أقرأ كتاب الله فاتحته، أقرأ بي وأتوقف، وأقرأ بإذن الله وأتوقف، وتم بحمد الله. يعني تم بحمد الله، قصدك كملتي الختمة يعني؟ نعم. كملت الختمة ولا طلع كتابة تم بحمد الله؟ تم بحمد الله، بالأخير طلعت لي ورقة تم بحمد الله، أنا لازم الكتاب. نعم زين. نعم أخت نجرس الله يحفظك، أنت جاي يعني تقرأين القرآن بنية الاستشفاء، يعني بنية الشفاء من مرض أو كذا؟ لا إيش أقرأ لوجه الله تعالى، أقرأ بي جوا خالة وتم بحمد الله، أقرأ وأتوقف، أقرأ وأتوقف، وبعدين بالأخير تم بحمد أقصد الله. أقصد بالواقع، بالواقع أنت جاي تقرأين القرآن قراءة عادية أو تسمعينه ولا تقرأين القرآن بنية الشفاء؟ لا الحمد لله ده أغراض نية لوجه الله، جاوب يعني النية صافية. طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، أبشر. دكتور الشيخ واني خاتمته هسه 89. نعم خاتمته هسه أنا ختم 98. ما شاء الله، ربنا يتقبل إن شاء الله من يمكم، يجعل ميزان حسناتكم. حياك الله يا أختي. نعم معنا الأخ عبد الرحيم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عبد الرحيم من الديالة، تفضل أخي الحبيب. حياك الله، الله يسلمك، رحم الله والديك. والديك يا مرحبا. نعم شيخ، هاني يومي شوف رؤية من النوم. نعم اي يعني دائما أخبط كل ما أحط راسي على المخدة ورا ساعتين أقوم تجيني خرابيط يومي أشكال. نعم اشكال يعني ما شيء مرات حلي مرتاح بي ومرات حلي ما ارتاح بي نعم ايه طيب نعم يعني دائما اشوف احلام ورؤى وكوابيس بكثره يعني ما يمكن ما انام يوم الا ما اخبط. طيب انت شلون نومك، يعني منتظم ولا عندك يعني قلق ارق؟ والله دائما يعني مثل المخلوق. نعم شنو تشتغل؟ أيوة كاسب أخ عبد الرحيم؟ عيني تشتغل كاسب ولا موظف أنت؟ هالي لا والله كاسب سائق كية. متزوج عندك أولاد؟ متزوج وعندي ولاد وبنية. ربي يحفظهم إن شاء الله، يجعلهم من الصالحين. الله أبشر أخي الحبيب، أبشر والديك، تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله. نعم إن شاء الله شيخ ممنونين، حياك الله يا مرحبا. نعم معنا اتصال عبد الرحيم لديار، أخذنا أخي أبو عبد الله. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يكرمك، يصلح حالك وبالك، الله يبارك فيك ويبارك لك بمالك وعيالك. نعم قبل فترة شيخ بدي أغسل عسلك. شنو تغسل؟ اغسل على المغسلات. إيه؟ شفت طيب. اثنين عندي راحتين وقعن من اسناني يعني. نعم ما اعرف يعني شنو الرؤيه هذه. نعم
أبو عبد الله عفوا كم عمرك؟ أنا عمري 34. نعم. خير إن شاء الله، أطال الله عمرك إن شاء الله ورزقنا وياك إن شاء الله حسن عمل وحسن خاتمة. خير إن شاء الله. خير. الله أبشر. تسمع الجواب أخي الحبيب، حياك الله. خير إن شاء الله. أخونا المخرج يقول نكتفي، مو أنا قلت ترى ها. نعم. نأخذ إن شاء الله فاصل ثم نعود للتفسير، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله من جديد أحبة الأكارم. طبعا أخونا المخرج هو عنده وقت يعني للرؤى، نستقبل من 10 إلى 12 رؤية، لكن أحيانا بعض الرؤى طويلة فنضطر أنه نكتفي بالعشرة أو بالتسعة حتى يكون وقت كافي للتفسير، فنعتذر ممن لم يحالفهم الحظ في إرسال رؤاهم يعني إن شاء الله في حلقات قادمة. على كل إن كان معنا مجموعة من الأخوة والأخوات اتصلوا عندهم رؤى. الأخت صبا تقول عندها أخ عمره 14 سنة، هذا الأخ يعني مريض أحيانا يفقد الوعي أو يصير عنده مثل الشمرة أو كذا، نقول نسأل الله عز وجل له ولكل مريض من مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ويعافيهم، اللهم ارفعهم بفضلك إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافي واشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول كان عندنا غرفة خاصة يعني أجي لكم بالغنم أو بالأبقار، المهم كأنه كان نائم فيها وأنا يعني اطمأننت عليه وغطيته أو كذا، لكن بقى بالي عنده خايفة علي. بعد ذلك إجا وكأنه كان في وجهه دخان، بعد ذلك رأيت كأنه أصبح اثنين وبدأت يعني أنادي على أهلي ورأيته بصورة يعني متعبة، وثم كأنه أخوي قال يعني ما دام هذه حالتك حتى نحمي نحن أنفسنا بالملح والخل، وكأنه زوجة أبي كان لها علاقة بالموضوع فاستدعاه والدي لأجل ذلك. على كل يا أخت نصابة الله تعالى أعلم، يعني هي يعني هكذا رؤية أحيانا تكون من حديث النفس، يعني على اعتبار أنه هذه حالة مرضية يعني مزمنة أو حرجة تستدعي اهتماما وتستدعي رعاية وتستدعي عناية، فقد نرى شيء يخصها لكن على العموم بعيدا عن الرؤية والله تعالى أعلم، هي يعني بين يعني حديث النفس على الأغلب، هي حديث نفس وليست رؤية. لكن أقول يا أخو الصبا والله تعالى أعلم، حين توجد هكذا حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو إنسان عاجز أو كبير في السن أو مريض أو مشلول أو عنده مثلا يعني مرض مزمن عاهة معينة، هذا حقيقة يحتاج إلى عناية خاصة، فليس المريض هو مبتلى لوحده وإنما أهل البيت كلهم يعني هم في امتحان واختبار وابتلاء، لأن هذا يحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى اهتمام بمطعمه ومشربه وملبسه ودوائه ومتابعة علاجه ومراجعة الأطباء، مسكنه فراشه، كل هذه الأمور يحتاج إليها، ومن يحسن إليه فإنه إن شاء الله يلقى أجرا عظيما إن شاء الله وفضلا كبيرا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أولى الناس برحمة الله الرحماء من خلقه، الذين يرحمون الإنسان ويرحمون الحيوان ويرحمون الصغير والكبير والغني والفقير والقليل والكثير، ويرحمون من وصى الله بهم من كبار السن من الأطفال الصغار من المرضى من ذوي العاهات من ذوي الابتلاءات، هؤلاء بحاجة إلى عناية خاصة حتى نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل. لابد أن يهتم أهل البيت كل أهل البيت بالمريض بالطفل الصغير بكبير السن، هؤلاء لهم يعني معاملة خاصة بمطعمهم بمشربهم بمأكلهم بملبسهم بمسكنهم، لا ينبغي أن يهملوا يعني على كونهم مثلا كون الحيوان أجلكم الله يعني أعجم لا يتكلم، لا يعني أننا لا نعطيه حقه، في كل كبد رطبة صدقة، يعني كل دابة نسقيها ماء نطعمها نؤويها الله يؤتينا أجر. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وفي نفس الوقت يعني امرأة بغي
سقت كلبا شربة ماء فشكر الله لها وغفر لها. فسقي الماء يغفر الخطايا للبغايا، سقي الماء لكلب، فكيف إذا كان لإنسان؟ فلا يعني أن هذا الإنسان مثل طفل صغير لا يعي، أو كبير يعني شيخ كبير قد هرم أو خرف لا يعي، أو أنه مريض مثلا فاقد لوعيه لا يعي. لكن الله عز وجل يعلم أنك تحسن إليه فيحسن الله عليك بإحسانك عليه، ويرحمك الله برحمتك له، ويتداركك الله بعطفه ولطفه وحنانه وإحسانه، لأنك أحطت هذا المخلوق بعطفك ولطفك وحنانك وإحسانك. فالرؤيا فيها تذكير ألا تهملوا هذا المريض، وتهتموا بمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وعلاجه، وأنتم مأجورون إن شاء الله يا أختنا صبا. أم أحمد من الرمادي تقول أنها جلكم لا ترى أحيانا كلب أسود وآخر أبيض، وكأنه الكلب الأسود يعني ينبح عليها أو يقترب منها. أقول يا أختنا أم أحمد والله تعالى أعلم، يعني الكلب أحيانا يدل على عدو، والأسود أبلغ منه من الأبيض وأقرب للعداوة من الأبيض، بل أن الأسود أحيانا لا يدل على العدو بإطلاقه، وإنما يدل على الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلاهما يدل على عدو من شياطين الإنس أو شياطين الجن، فينبغي أن نكون حذرين منهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، النفس عدو، الشيطان عدو، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هؤلاء أيضا أعداء. إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب متاعبي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي. فنستعين بالله ونتوكل على الله ونفوض أمرنا إلى الله ونسعى في زكاة أنفسنا وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونسعى في عداوة الشيطان ومعرفة مداخله ووساوسه وتلبيسه حتى يكفينا الله عز وجل شره، ونسعى لمعرفة أيضا الأعداء الآخرين من شياطين الإنس أو شياطين الجن حتى يكفينا الله عز وجل شرهم وكيدهم ومكرهم. ينبغي أن نتعرف على ذلك، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. كفانا الله وإياك يا أخت أحمد إن شاء الله شر أعين الإنس وأنفس الجان. الأخت هنا من كركوك تقول رأت في الرؤيا أنها في يعني ذهبت للحج، وأنها عند الكعبة المشرفة وتسمع من ينادي عليها ويقول لها أنت حاجة أنت حاجة. أقول يا أختنا هنا والله تعالى أعلم، الحج يدل على القصد، يدل على القصد، فقد تكونين قصدت أمرا أو نويت أمرا فستبلغينه وستصلين إليه وستحققينه إن شاء الله. والحج أحيانا يدل على ماذا؟ يدل على محو الذنوب ومحو الفقر، يعني هو بشارة بالغنى المادي المحسوس الملموس، وبشارة بالمغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحج قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم عن متابعة الحج والعمرة قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله رؤية خير يا أخت هناء. أبو ياسر من صلاح الدين يقول رأيت رجلا في الرؤيا في مسجد يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة، علما أنه بيني وبينه خصومة وخلاف. أقول يا أخونا أبو ياسر أنا أنصحك أن تراجع خلافك مع أخيك هذا، أذكرك إن كان ذا رحم فلا يحل لك بحال من الأحوال أن تقطع الرحم. الله عز وجل مدح عباده المؤمنين قال الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعوك فصلهم، إذا أساءوا إليك فأحسن إليهم، وإذا آذوك فتحمل أذاهم في سبيل الله. وإن لم يكن بينك وبينه رحم لكن بينك وبينه صلة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم أنا أنصحك أن تراجع خلافك معه وتصلح علاقتك معه. الرؤية فيها إشارات والله تعالى أعلم، قد يكون موقفه يعني أرضى لله من موقفك يا أخونا أبو ياسر، الله أعلم. الرؤية فيها إشارة إلى ماذا؟ أن هذا الإنسان قد يتقرب إلى الله عز وجل بشيء يقبله الله منه،
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. فالذبيحة في المسجد والله أعلم تدل على أنه قد يتقرب إلى الله إما بالصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو الصدقة، أو أنه يتقرب إلى الله بإرادته للإصلاح بينك وبينه، إصلاح العلاقة بينك وبينه. لكن قد تكون يعني تأبى ذلك وترفض ذلك. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. جعلنا الله وإياك من المتقين يا أخونا أبو ياسر من صلاح الدين. عبد الله، أخونا عبد الله يقول رأيت في رؤيا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وجيء به في كفن وفي تابوت، صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره صلى الله عليه وسلم انشراح لصدورنا، زوال لهمومنا، مغفرة لذنوبنا كلما أكثرنا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نور هو في مجالسنا، نور هذه المجالس وعطر هذه المجالس ومسك هذه المجالس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، وإن نحن أضللنا الطريق فلم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية. بآبائنا هو أمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخونا عبد الله الله يحفظك، أنت طالب علم ويعني تدرس دراسة شرعية أو أنت متخرج من كلية الشريعة. يقول فجيء من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في يعني كفن وفي تابوت، كانت أعداد الناس قليلة والمحلات ما زالت قد فتحت أبوابها والناس كأنهم لم يأبهوا بذلك. اجتمع حول الجنازة مجموعة من الشباب كانوا يتعاطون الدخان، ثم جاء العلماء وكانوا أيضا كأنهم غير مهتمين بالموضوع. فجاء أحدهم ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم من تابوته فتعثر، فلما وقع يعني التابوت أو الكفن خرجت من عنده كأنها لعبة يعني ملفوفة. يقول فقعد يعني خجلا من عمله هذا. أقول يا أخونا عبد الله والله تعالى أعلم، يعني التابوت فيه دلالات، موت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرؤيا فيه دلالات، يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله عز وجل قال أفإن مات أو قتل في آية أخرى انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يمت، يعني هو مات الموت التي كتبها الله عز وجل عليه، لكن قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، بآبائنا هو أمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي في قلوبنا، حي في أرواحنا، حي في ضمائرنا، حي في الشريعة السمحاء التي جاء بها، حي في سنته صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها، حي في المحجة البيضاء التي تركنا عليها. إذا كان إنسان يترك كتابا أو يترك علما أو يترك صدقة جارية أو سنة حسنة باقية تكون امتدادا لعمره، وإن مات الناس من حوله فهو لا يزال حيا. لماذا؟ لأنه ترك شيئا يمتد عمره بسبب هذا الشيء. إذا كان الشهيد شهيدا لكن رغم ذلك الله ما سماه ميتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. فكيف يكون إذا كان هذا مقام الشهداء أو مقام العلماء أو مقام الدعاة أو مقام الصالحين أو مقام الأولياء أو مقام العارفين، فما بالك بمقام سيد الخلق أجمعين، تاج رؤوس الأولياء والعارفين، قدوة الصالحين والمصلحين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا موته صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لا يدل على موته في واقعنا، وإنما عفوا لا يدل على يعني هو مات الموت التي كتبها الله عليه، لكن الأمر واحد من ثلاثين يا أخونا عبد الله، إما أنه يدل على الواقع السلبي الذي تعيشه المدينة أو يعيشه البلد أو كثير من البلاد الإسلامية في بعدهم عن الله عز وجل وبعدهم عن كتاب الله وبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشار فتن الشبهات التي أريقت فيها الدماء وقتل فيها الأبرياء ورملت فيها النساء ويتم فيها الأبناء، وفي انتشار فتنة الشهوات الخمور والزنا واللواط والقمار والربا وغيرها من الكبائر نعوذ بالله،
فيدل على الواقع السلبي في بعد الناس عن الله عز وجل، أو أنه يدل على شيء آخر، أنه ليس الواقع سلبيا وإنما تفكيرنا سلبي، وليس الواقع هو ما يدعو إلى التشاؤم وإنما نحن متشائمون، وليس الواقع محبط وإنما نحن محبطون. يقول يعني في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا هو، أو سبب هلاكهم هو. فينبغي أن نكون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. على رغم الأسى والحزن والهم والغم، على رغم البعد عن الله عز وجل، يا أخ عبد الله الله يحفظك، أنا لا أقول لك انسى الواقع وعيش المثالية، لا، أنت ينبغي أن تفطن للواقع، وأن تكون فقها بالواقع، متفهما للواقع بكل تفاصيله وجزئياته، لكن أنت ينبغي أن تكون شعلة من التفاؤل، ينبغي أن تكون سراجا ينير من حسن الظن، من اللا يأس، من اللا إحباط، من اللا هم، من اللا حزن. لماذا؟ لأن هذه الإيجابية وهذه الفاعلية إذا تواجدت عندك ستنعكس على الناس الذين تعلمهم وتتعلم منهم، وعلى الناس الذين يدعونك وتدعوهم إلى الله عز وجل، وعلى الناس الذين تصحبهم في الله ويصحبونك في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات، ما زالت سنته وستبقى إلى قيام الساعة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والدليل على ذلك أنه ماذا كان في هذا الكفن؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت دمية أو لعبة من الخشب. فهذا يدل على تفكيرك أن السنة ما ماتت، لكن السنة لم تمت، وأن طلاب العلم ذهبوا لكن طلاب العلم لم يذهبوا، وأن العلماء ماتوا جميعا، العلماء لم يموتوا جميعا، فالخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس، وأكناه في بيت المقدس. ما زالت الفلوجة وغيرها من محافظات العراق وأقضية العراق ومن دول الإسلامية ما زالت هي مدينة الأماجد، ما زالت هي مدينة المساجد، ما زالت مملوءة بالراكع والعابد والزاهد والساجد إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يصلح هذا الحال إلى أحسن الحال، وأن يصلح أيضا تفكيرنا حتى نتحول من التشاؤم إلى التفاؤل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من السلبية إلى الإيجابية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سوء الظن إلى حسن الظن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم واقعنا، وفي نفس الوقت إن شاء الله لا نكون محبطين ولا محبطين ولا مثبطين ولا مثبطين. وفقك الله يا أخونا عبد الله، ونفع بك وبعلمك، وجعلك إن شاء الله من الدعاة إلى دينه الصادقين والعلماء المخلصين، اللهم آمين. الأخ أكرم يقول أنه سلم في الرؤيا على الشيخ العريفي، أعطاه حبات من المشمش، قال: هذه من الجنة، وكنت يقول آكل الحبة ثم أغرس النوى في الساقي على أمل أن تنبت. أقول يا أخونا أكرم، الله تعالى أعلم، الشيخ العريفي رجل يعني عالم من علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية، وله مؤلفات كتب، وعنده محاضرات، وله باع في العلم والدعوة، ثبتنا الله وإياه إن شاء الله على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المشمش إن شاء الله هو يدل على العلم، العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهنالك صلة وصل بين العلم والجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت إن شاء الله تتعلم من محاضرات العريفي ومن كتب العريفي، وتسلك إن شاء الله طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، تتعلم وتعلم غيرك، ينصحك الشيخ العريفي وتنصح غيرك، يذكرك وتذكر غيرك، وأنت في كلا الحالتين مأجور إن شاء الله. وفي نفس الوقت ما يغرسه فيك من أخلاق ومن آداب ومن علم ومن تربية ومن مواعظ، أنت تغرسه في غيرك على أمل أن يكون ماذا إن شاء الله؟ صدقة جارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها إن شاء الله علم ينتفع به. فأنت إن شاء الله تنتفع من علمه وعلم غيره من الدعاة والعلماء، وتنفع به غيرك، وهو إن شاء الله طريق العلم امتداد إلى الجنة. العلم كما يقول بعض الصالحين خير من المال، المال أنت تحرسه والعلم هو يحرسك. نعم، والله تعالى أعلم.
أخونا أبو إسحاق ولا إيه إسحاق من صلاح الدين، وأنا كتبتها ليش أسأل أخونا المخرج أو المشاهدين، المهم يعني هو أنا قالوا لي أبو شهاب بعدين طلع يمكن هو أبو إسحاق من صلاح الدين. المهم بالرؤية يقول كانوا كان عندنا بيت جديد فكان شخصا ينظرون إلى، وزوجتي نبهتني أنه كان جميل الصبغ ماله ويلمع وكذا، هذول ينظرون إلى يقول، فقلت لها هؤلاء أنا أعرفهم يعني هم أصدقائه حميد ومحمود. أقول يا أخونا أبو إسحاق والله تعالى أعلم، أنتم كعائلة تخافون وتتوجسون من العين والحسد وحقكم ذلك، لكن قد تكون زوجتك تبالغ بذلك وأنت إن شاء الله لا تبالي بذلك كثيرا. حميد ومحمود فيها ربط يعني إن شاء الله، الله عز وجل يجعلكم من الحامدين، من الحامدين ومن الذاكرين ومن الشاكرين. حين تخاف على النعمة، أي نعمة كانت، الأولاد، المال، البيت، السيارة، التجارة، أي شيء، اجعلها أول شيء وديعة عند الله، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا أمر. الأمر الثاني اشكر نعم الله، فنعم الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، ومن شكر نعم الله عز وجل فقد عقلها بعقالها، يعني خلاص ربطها بحبل شتفه ما راح تهرب. فهذه الرؤية فيها تذكير لكم أنه أي نعمة تخافون عليها أدوا شكرها، وكل شيء له طريقة خاصة بالشكر، هنالك الشكر اللساني وهنالك الشكر الجوارح والأركان. شكر اللسان تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكساني إياه من غير حول مني ولا قوة، إلى آخره مثلا. لكن هناك الشكر عملي، اعملوا آل داود شكرا، فالبيت له شكره والمال له شكره والولد له شكره والزوجة لها شكرها والسيارة والعمارة والتجارة إلى آخره. فإن شاء الله الله عز وجل يحفظكم من شر أعين الإنس وأنفس الجان. وأيضا الشيء اللي أخاف عليه دائما أقرأ الرقية الشرعية، الآيات والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالعين، الأدعية مثلا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة ربنا أخذ بناصيتها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة من شر أعين الإنس وأنفس الجان إلى آخره. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أبحث عن المأثور من الآيات القرآنية ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها لي ولنفسي ولبيتي حتى يحفظنا الله عز وجل من شر العين، جعلنا الله إياكم من الحامدين الشاكرين الذاكرين. يا أخونا أبو إسحاق، الأخت نجرس من بغداد تقول أنها تجلس تحت نخلة تقرأ القرآن وتتوقف، تقرأ وتتوقف، ثم رأت صفحة مكتوب عليها تم بحمد الله. أقول يا أخت نجرس والله تعالى أعلم، أول شيء جعلك الله عز وجل إن شاء الله من الذاكرات ومن التاليات للقرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، القرآن الكريم، النخلة أول شيء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فيعني قد يكتب الله عز وجل لك رزقا ويبارك لك في هذا الرزق ببركة ماذا؟ ببركة العبادة، ببركة الصلاة، ببركة القرآن وقراءة القرآن يا أختنا نجرس إن شاء الله، لأنه يعني من خير ما نتعبد به لله عز وجل هو قراءة القرآن الكريم، فهو سر عظيم من أسرار السعادة والريادة والسيادة والزيادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن إن شاء الله يعني هي أيضا سبب من أسباب الشفاعة يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن في الرؤيا أيضا إن شاء الله تدل على أعمال ترتفع بها منازلنا في الآخرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قراءة القرآن في الرؤيا أحيانا تدل على مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولكل حرف عشر حسنات. التوقف ثم القراءة قد يدل على الفتور ومن ثم النشاط، أي أنك قد تفترين بالقراءة أحيانا ثم تنشطين، أحيانا تقرأين مثلا ثلاثة أجزاء أو جزئين في يوم جزء أو في يوم مثلا نصف جزء، والأفضل أن يكون للمسلم ورد من القراءة يقرأه يوميا، يختار مثلا يعني أفضل الأوقات للقراءة كما هو الحال مثلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أو غيرها من الأوقات، ويستمر على القراءة، تكون عنده مثلا ختمة خاصة بالقراءة يكثر فيها من القراءة، وفي نفس الختمة أو في ختمة أخرى يركز على التدبر،
على تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك يا أخوتنا نجلس وجميع المسلمين والمسلمات من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. العفو. كان معنا الأخ عبد الرحيم من الديالة يقول أنه رأى في الرؤيا، أحيانا يرى رؤى فيها كوابيس، أمور مخيفة كذا. هو كاسب متزوج عند أولاد، يعيش أحيانا شيء من القلق أو الأرق أو النوم الغير يعني منتظم. أقول يا أخونا عبد الرحيم، أنا أوصيك بالمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المسجد قدر المستطاع. وإن انشغلت بسبب العمل أو وظيفة أو سفر عن الصلاة في المسجد، فصلي حيث أدركتك الصلاة. أن تحافظ يا أخونا عبد الرحيم، الله يرحمك ويغفر لك ويجزي خير، على قراءة القرآن يوميا. قرأ من القرآن جزء أو أكثر، نصف جزء، ربع جزء، المهم تستمر على القراءة يوميا. حافظ على أذكار الصباح والمساء. نم على وضوء، يعني توضأ ثم نم، اقرأ أذكار النوم حتى يكون نومك إن شاء الله هنيئا مطمئنا، ليس فيه قلق وليس فيه أرق وليس فيه كوابيس. عند ذلك سترى أن هذه الأحلام المخيفة والمزعجة التي هي من تحزين الشيطان تتلاشى شيئا فشيئا حتى تصبح محدودة، بل تصبح مفقودة بإذن الله عز وجل. لا ترى شيئا يحزنك إن شاء الله. أخونا أبو عبد الله يقول رأى في الرؤيا أنه يعني يغسل يديه أو وجهه على المغسلة فسقط سنين من أسنانه. سألته عن عمره قال 34. السن أخونا أبو عبد الله، السن أحيانا يدل على سن الإنسان، أي عمر الإنسان وسني عمره، فما يتساقط منها يدل على ذهاب شيء من عمره. يعني أحيانا الإنسان يرى سقوط سنين إذا هو ذهب من عمره عقدين وهو الآن في العقد الثالث، أحيانا يدل على ذهاب شيء من العمر، فهو تذكير لك وموعظة أن العمر يمضي، العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود لا يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. والحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الجميع. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فإذا نرى بعض أسناننا تسقط أو جميع أسناننا تسقط، هو تذكير لنا أن العمر يمضي وهو أثمن ما نملك، أثمن ما نملك. هذه الدقيقة التي قد نعلن فيها توبتنا أمام الله، ندمنا على ما قصرنا في جنب الله، نذكر فيها الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو أنك تذكر الله ولو بكلمة فتكون سبب في دخولك الجنة ونجاتك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخله الله بها في رحمته. كل هذا قد يتحقق في دقيقة، لكن إذا مضت هذه الدقيقة من عمرك، هل تستطيع أن تشتريها بمليارات الدولارات بما تملكه أنت ووالدك وجدك وعشيرتك وقبيلتك وأهل الأرض جميعا؟ لو اجتمعوا جميعا على أن يعيدوا لك دقيقة أو ثانية أو لحظة مضت من عمرك لم استطاعوا. فإذا أثمن ما نملكه في هذه الحياة هو أعمارنا، فينبغي يا أخونا عبد الله الغالي أن نستثمرها في طاعة الله عز وجل حتى لا نندم على ساعة فاتتنا لم نطع الله عز وجل فيها. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أقوال أهل الدنيا. كيف قالوا أنهم لبثتم إلا يوما، لبثنا يوما أو بعض يوم، إلا لبثتم إلا عشرة ساعة من النهار يتعارفون بينهم، إلى آخر الآيات التي ذكرت يعني انطباعات أهل الدنيا عن الدنيا أنهم كيف يرونها. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس الطماعة عودها القناعة. بهذا نكون قد أجبنا على الرؤى في حلقة اليوم. حتى نلقاكم على خير إن شاء الله، لا تنسونا من صالح دعائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.